اهلا بيك يا كابتن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا وسهلا بيك يا حامد، وانا مبسوط جدا ان انا موجود في موقع في الجول بصراحه. فكره تولي نادي مصر المعاصر ودي اول تجربه في الدوري الممتاز، عايزين نعرف جت ازاي وكواليسها كانت ايه بالظبط. بص، هو اول حاجه هي مش اول تجربه، هي تعتبر تاني تجربه، بس التجربه الاولانيه كان فيها شويه ملابسات كده، ان انا كنت ماسك مع الكابتن علي نبيل مدرب عام في المنيا، والكابتن علي راح المنتخب مع الكابتن شاوي غريب، وانا توليت الاربع مباريات في الدوري الممتاز، بس دي طبعا كانت سنة 2012 تقريبا. وبعد كده رحت السعودية طبعا، واللفة اللي لفتها كبيرة يعني، لكن تعتبر أول تجربة حقيقية فعلا في الدوري الممتاز مع مصر المقص. هي الفكرة إن أنت بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وصعدنا بكوكولا، كنا عاملين نموذج كده مختلف شوية، إن احنا نشتغل بأقل الإمكانيات في الدوري الممتاز، لأن احنا ما كناش هنصرف بصورة كبيرة يعني. صدفة ان كوكولا باعوا النادي لفيوتشر، فالنموذج ده كابتن وليد هويدي بيدور على حد عايز يعمل معاه النموذج ده، لان برضو كابتن وليد المقصة والظروف اللي ما بين المقصة وما بين كابتن وليد والحاجات دي كلها، فصدفة ان نفس الافكار تقريبا واحدة، تقريبا ان احنا نشتغل بميزانية قليلة ونقدر نعمل حاجة جيدة جوه الدوري الممتاز يعني. كانت من هنا البداية، ورحت قعدت مع كابتن وليد، وبصراحة الراجل شخصية رائعة، شخصية ممتازة جدا، وراجل طموح جدا وجريء جدا، ومهما كلمت فيه يعني مش هديله حقه بصراحة يعني. فالراجل كان عنده أفكار مختلفة شوية، قعدت معاه هو وكابتن إسلام عادل وكابتن طارق، وقعدنا مع عند الكابتن تامر النحاس، وحطينا الخطوط العريضة للمشروع بتاعنا، وبدأت من هنا يعني الشرار الأولى يعني. خلال لقاء الكابتن وليد هودي هنا معنا في موقع في الجول، كان اتكلم اللي هو أنت يعني المثال الأقرب للكابتن إيهاب جلال في التدريب كمان، اللي هو شايف اللي أنت نفس مدرسة الكابتن إيهاب جلال، وهل فعلا أنت كنت برضو من نفس المدرسة دي ولا؟ أنا أتشرف يعني أن أنا تشبيهي بالكابتن إيهاب أو نفس المدرسة ده، الكابتن إيهاب يعني على رأسنا من فوق، وأنا بقول دايما في كل حتة أنا بتعلم الكابتن إيهاب بره الكورة وجوه الكورة كمان يعني. كابتن وليد طبعا هو عشان بيحبني شويه فعايز يقربني شويه من كابتن ايهاب يعني، لكن كابتن ايهاب مدرب كبير ومدرب محترم، ويا رب نبقى ربعه يعني في التدريب ان شاء الله. خلال جلسه التفاوض مع الكابتن وليد هويدي لتوليك القياده الفنيه لفريق مصر المقصه، كان الكواليس ايه؟ هل الفريق هيقعد في دوري ممتاز؟ هل الفريق امكانياته ايه؟ خاصه اللي احنا شايفين في الفتره الاخيره يعني كان الفريق خلاص ماليا يعني مصر المقصه مش زي الاول. عايزين نعرف ايه اللي حصل، او يعني اتكلمتوا اتفقتوا على ايه؟ هو كابتن وليد زي ما بقول لك هو عنده مشروع، وكابتن وليد عنده جرأة كبيرة جدا ان هو ياخد الريسك ده وياخد المجازفة دي، ان هو يقدر يشتغل بالامكانيات المتاحة. كان جريء جدا في المشروع بتاعه، وكان واقعي جدا جدا في المشروع بتاعه، وكان صريح جدا معايا، ودي اهم حاجة في الموضوع كله، ان احنا فعلا ميزانيتنا قد كده نقدر نعمل بيها حاجة جيدة، عندنا لعيبة صغيرين نقدر نعتمد عليهم، عندنا لعيبة نقدر نجيبها يعني في حدود الميزانية بتاعتنا، والصراحة كانت مريحاني جدا، والطموح كان مريحني جدا، ان احنا عايزين نثبت بس ان شاء الله بالامكانيات القليلة دي او الامكانيات اللي هي متاحة بالنسبة لنا دلوقتي ان احنا نقدر نعمل حاجة جيدة يعني. طيب طموحكم اللي هو البقاء في الدوري الممتاز ولا؟ اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد، مش عايزين نضحك على نفسنا ولا عايزين نحلم احلام مش على ارض الواقع يعني، احنا عايزين نمشي على الارض، وعايزين نقول ان احنا تعتبر تجربه مختلفه شويه عن بقيه التجارب اللي جوه الدوري الممتاز، فهدفنا في الاول وفي الاخر ان احنا ان شاء الله يبقى لينا نصيب ان احنا نقدر نقعد ونقعد بصوره كويسه ان شاء الله. طيب في بدايه الدوري الجميع اتكلم ان اول فرقه تنزل درجه ثانيه الشرقيه مصر المقصه، واحد الفرق الاخرى، بس كان مصر المقصة والشرقية اول اسمين. ايوه. كنت بتحس بايه ما كان بيتقال الكلام ده؟ ما كنتش بلتفت قدامه كتير الكلام ده كله، لان ده طبيعي ان انت ما بتصرفش، فانت هيبقى امكانياتك اقل من الناس، فطالما امكانياتك اقل من الناس فانت بتنزل، ده طبيعي جدا في اي حته في العالم يعني، ده الموضوع بص عليه من بره يعني، لكن لما تدخل جوه الموضوع بيختلف، في شويه تفاصيل بتفرق شويه، في النهارده الطموح مهم جدا في الكوره دلوقتي، انك تبقى مصدق مهم جدا جدا، انك تبقى معاك لعيبه فعلا على قد المسؤوليه ونفس الطموح ونفس الافكار ونفس الاتجاه اللي انت ماشي فيه، يبقى معاك جهاز برضه مصدق نفس المشروع اللي انت ماشي فيه، يبقى معاك اداره مدعماك طول الوقت وفي ظهرك طول الوقت، كل دي عوامل مهمه جدا 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 في وجود الامكانيات. طب في عدم وجود الامكانيات نسبك مش هتبقى كبيره في انك تنجح يعني، لكن ان شاء الله عندنا نسب كبيره وعندنا
ايمان بربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هيقف جنب التجربه دي ويقف معانا، لان احنا بنعمل 100% بتاعتنا، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كبيره ان شاء الله ونقعد يعني. خلال اول 5 مباريات في الدوري الفريق قدر اللي هو يجمع 5 نقاط. ايوه. وبدات الناس كلها تتكلم تاني، لا ده المقصه ممكن مع كابتن تامر مصطفى، لا في امل اللي هو ممكن يقعد، لا في لعيبه الكواليتي بتاعه كويس. حسيت بايه وشايف الموضوع ازاي اصلا؟ انا سعيد جدا باول 5 ماتشات، وسعيد جدا بمردود اللعيبه، وسعيد جدا باداء اللعيبه قبل النتائج كمان. خلي بالك لان الاداء بتبني عليه حاجه كتير جدا. انت ممكن تكسب ماتش وانت وحش، فممكن النتيجه تاخدك في حته ما تبقاش واقعي جدا في تقييم فرقتك. لكن انا بتكلم وانت بتادي بصوره جيده، بتادي بصوره محترمه الخمس مباريات تقريبا 5 مباريات اديناهم كلهم بصوره جيده جدا. فده راضيني جدا، وده مطمني ان شاء الله على الفرقه ان مع الوقت. بنسبه كام في الميه؟ لا انا راضي بنسبه كبيره، راضي بنسبه كبيره، لان يعني مش عايز احددها بنسب مئويه، لان ما يعني مش عارف ايه المردود اللي بعد كده. ممكن نادي احسن من كده اقول لك مثلا انا راضي ب 80%، نادي بعد كده اقول لك 120%، فتبقى النسبه مش طمعين. لكن انا راضي بنسبه كبيره جدا جدا يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الاداء ده ان شاء الله نقدر نبني عليه في المستقبل، ان شاء الله نقدر نخلينا فعلا ندخل جوه الدوري بصوره جيده، يبقى طموحنا نمسك فيه اكتر وحلمنا نمسك فيه اكتر، ان احنا ان شاء الله ننهي الموسم بشكل مرضي جدا يعني ان شاء الله. خلال 5 مباريات ظهر بعض الاسماء منهم كريم حلاوه. انت شايف اللعيبه ازاي، او ممكن من اللعيبه اللي احنا نشوفهم الفتره الجايه مميزين في مصر المعاصر؟ كريم حلاوه طبعا لعيب كويس، من ضمن اللعيبه الجيده اللي جوه الفرقه، كان معايا في كوكولا، وبصراحه ملتزم جدا ومنضبط جدا، وتكتيكيا لعيب رائع بصراحه. مش كريم بس يعني، انت بتتكلم من تحت لفوق، مجدي كمان مردوده كان جيد جدا جدا. محمد مجدي جاي من النادي الاسماعيلي وعايز يعمل حاجه لنفسه ولفرقته، وشبهنا وشبه طموح المكان. هشام 2001 والونش سعيد الونش بصراحة أداؤهم رائع جدا. بتتكلم في علي فتحي فاجئني بأدائه بصراحة. صبيحة ومنعم الاثنين رائعين بصراحة يعني، أداؤهم أكثر من رائع. ليلى برضو فاجئني بمردوده وفاجئني بشخصيته كمان. إيريك مأدب يعني، يمكن من أفضل العناصر الموجودة جوه الفرقة. إيفيري، إيتولا، حسام عبد الواحد يعني مفاجئني كمان بأدائه جدا جوه الدوري الممتاز. اللعبة كمان اللي يعني مش عايز أنسى حد يعني، اللعبة كلها بصراحة، حتى في ناس ملعبتش هتيجي مع الوقت. بتكلم في 3-4 لعيبة لسه ملعبوش، إن شاء الله مع الوقت يبقوا جيدين جدا جدا. زاد الولاد الصغيرين كمان 99، عندنا عناصر رائعة بصراحة يعني. عندنا بسام وليد رائع جدا، عندنا زياد أشرف، عندنا أمه، وده إن شاء الله يبقى حاجة كبيرة في الكورة. أحمد عيد يعني مش سوداني. بغض النظر عن الأسماء اللي أنا قلتها دي كلها، أنا اللي عاجبني شخصية اللعيبة وحالة الفرقة اللي إحنا وصلنا لهم لغاية دلوقتي يعني. وصلنا بحالة جيدة جدا من الطموح ومن النظام جوه النادي يعني، فدي حاجة مرضية جدا بالنسبة لي. خلال بطولة كأس العرب هتلاقيها خلال الأسبوع الجاي، المدير الفني كروش، المدير الفني منتخب مصر، اختار لعيبه من يعني بعيد عن الاهلي والزمالك. ما كنتش شايف اللي فيه لعيبه في مصر المقصه ممكن تنضم للمنتخب؟ بص، هو اختياراته هو حر فيها يعني، احنا مدعمينه في اي حال وفي اي اختيارات احنا مدعمينه. اختار من المقصه احنا مدعمينه، ما اختارش من المقصه احنا مدعمينه. لكن انا كان نفسي يعني يبقى في 2 أو 3 يروحوا، بالذات من الاولاد الصغيرين. انت شايف مين اللي ممكن يروح؟ مش هقول على اسماء طبعا، لان انا مش هقدر اصنف فرقتي يعني الكلام ده كله. لكن انا بتكلم ان انا شايف ان هم كان عندنا عنصرين او 3 اداؤهم من 5 ماتشات اللي فاتوا دول كانوا ممكن يبقوا موجودين في التوقيت ده في المنتخب يعني. تمام. شايف اداء المنتخب خلال الفتره الاخيره واختياراته، شايف الاختيارات ازاي؟ تاني بص يا حامد، النقطه في حاجه مهمه جدا، اي مدير فني هو مسؤول عن اختياراته. اي مدير فني هو مسؤول عن منتخب وعن المردود اللي هيأديه وعن النتائج اللي مبنيه على الاختيارات دي، فهو ليه حق اصيل جدا. كل اللي علينا نعمله ان احنا ندعمه، وما نقدرش نعلق على اختياراته حتى لو لينا وجهه نظر في حد تاني. فاي حد في مكانه برضه هيبقى هنعلق عليه وهنعلق على اختياراته، فهو ليه حق اصيل جدا ان هو يختار فرقته ويختار شكل الفرقه اللي هيلعب بيها وشكل اللعيبه اللي هيشتغل بيها. واحنا كل اللي علينا نعمله ان احنا مدعمينه وفي ظهره، وبنتمنى له يا رب التوفيق، وبنتمنى ان الاداء يبقى مرضي جدا بالنسبه لنا، والنتائج طبعا بالتبعيه تبقى مرضيه جدا بالنسبه لنا. شايف مين اللي تتمنى ان احنا نواجهه في تصفيات كاس العالم من المنتخبات بعد ما جه دلوقتي بقينا تصنيف تاني؟ تتمنى نواجه مين؟ النوك اوت ده دايما بيبقى 50-50، حتى لو في فرق في المستوى او في فرق في التصنيف.
لكن انا وجهة نظر ان هو بيبقى 50-50. اي هتلعب مين فهو 50-50، 50% و50%. هي الفكره مش هتقابل مين، هي الفكره فيك انت. احنا لازم نبقى مستعدين بصوره جيده جدا، لازم يبقى فعلا وصلنا لجاهزيه فنيه بصوره جيده جدا قبل الماتشين دول، وصلنا لقوام اساسي للفرقه بصوره جيده جدا مستقرين عليه، وصلنا لحاله جيده جدا من التناغم والانسجام مع المنتخب قبل الماتشين دول. ده اللي يهمني جدا جدا يعني، قبل الاختيارات وقبل هنلاعب مين وقبل الكلام ده كله يعني. بالنسبه للدوري خلال 5 جولات، شايف مستوى الاهلي والزمالك ازاي؟ شوف، هو بالنسبه للدوري انا دوري رائع يعني، دوري بدايه جميله جدا وبدايه رائعه جدا، ودوري قوي جدا وباين ان هو يعني هيفرز لنا فرق كويسه وعناصر جيده جدا للمنتخب، ومنافسه تبقى منافسه جيده يعني. ده يعني انا من الواضح من 5 اسابيع دول. المنافسه بالنسبه للاهلي والزمالك، انا مش شايف اللي هيبقى الاهلي والزمالك بس، انا حاسس ان بيراميدز هيبقى ليهم دور ودور مؤثر، حاسس ان فيوتشر مع الوقت مع كابتن علي ماهر ممكن يبقوا في المنافسه بصوره جيده، حاسس ان سموحه ممكن يقرب شويه، حاسس ان الاهلي والزمالك هيخسروا نقط كتير يعني. بغض النظر عن الاهلي بقى له 5 ماتشات عامة كامله، لكن انا عندي احساس ان هو مع الوقت ممكن يخسر نقط كتير، لان الفرق، انا حاسس ان الفرق السنه دي مستعده بصوره جيده، وحاسس ان الدوري قوي السنه دي يعني عن بقيه السنين اللي قبل كده يعني. بتتكلم عن بيراميدز، شايف ان بيراميدز ممكن يقدر ياخد الدوري؟ ليه لا؟ ده السؤال ده هم اللي يجاوبوا عليه بقى اللعيبه والكابتن. انا عارف ان الكابتن ايهاب عايز ياخد الدوري، انا متاكد 100% ان الكابتن ايهاب طموحه ان هو ياخد الدوري، واخد بالك؟ واللعيبه انا عارف ان اكيد اللعيبه اللي موجوده دي اكيد لعيبه عندها خبرات جيده وتقدر تاخد الدوري. انا مش شايف ان في مانع ان بيراميدز يقدروا ما ياخدوش الدوري يعني هو بص، في الاول والاخر كله هيجتهد وكله هيعمل اللي عليه وكله هيعمل 100% بتوعه، وفي الاول وفي الاخر الدوري هيروح بقى للي يقدر عليه يعني، واللي يكون من نصيبه يعني. حياتك كلاعب في بدايتك بقى، كنا عايزين نعرف كابتن تامر مصطفى بدايته كانت فين؟ مولين، قدرت تاخد كاس مصر؟ كاس افريقيا؟ من وانا عندي 8 سنين وانا في المولين العربي. تمام. حياتي غريبه شويه في الكوره يعني، انا بطلت بدري، بطلت تقريبا 28 سنه يعني، لعبت في المولين العربي مدرسه الكوره وبعدين الناشئين، مراحل الناشئين ما لعبتهاش كلها. لعبت بالظبط لغايه سن 16 سنه، بعد 16 سنه لعبت فريق اول صغير جدا، انا عندي 17 سنه موسم 92. تمام. مع الكابتن بدر فتاح الله يرحمه ويحسن اليه، كان ليه فضل كبير على الواحد بعد ربنا سبحانه وتعالى في بداياتي. كابتن بدوي لعبت معاه في الدرجه الثانيه وانا عندي 17 سنه، كنت لعيب اساسي مع الفريق الاول. صعدنا للدوري الممتاز، ومن ساعتها بقى دي كانت المسيره ان انا في الدوري الممتاز لغايه موسم 2002-2003، ده كان اخر موسم ليا. بعد كده رحت قناه، جالي بقى وتر اكيلس فبطلت كوره. لكن المرحله بقى ما بين ال 11 سنه تقريبا اللي في الدوري الممتاز، ربنا سبحانه وتعالى كرمني كرم كبير جدا جدا يعني. خدنا كاس مصر 95 وانا في المقاولين، خدنا كاس افريقيا 96، خدنا ثالث دوري موسم 98، ده كان برضو من المواسم الرائعه اللي عملناها. الفتره اللي هي الطفره بتاعت المقاولين العرب. لعبنا 2 فاينل كاس مصر 98 و2000 مره مع المصري ومره مع الاسماعيلي، ما كانش حالفنا الحظ ان احنا ناخدهم، لكن وصلنا برضو، كنا ادائنا كان جيد جدا جوه الدوري كمان، فقدرنا نعمل حاجه جيده. الفتره دي بقى كنت محظوظ اكتر ان انا كنت مع المنتخب الاولمبي. تمام. مع كرول جيل بقى عصام الحضري وحازم امام ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال وعماره وعبد الستار صبري والجيل اللي هو العظيم ده يعني. خلال الفتره دي كان في كواليس اكيد موجوده كتير بينك وبين اللعيبه. طبعا. ايه بقى الابرز الكواليس؟ لا، كانت كواليس كتير طبعا، وايام كانت جميله وايام كانت رائعه جدا، لان احنا كنا في المنتخب الاولمبي كمان، كنا قاعدين طول الوقت في المركز الاولمبي في المعادي، قعدنا مع بعض تقريبا 3 سنين كانوا رائعين جدا جدا يعني. كان مين اللي معاك دايما في الاوضه؟ كان كابتن علي ماهر على طول. حكينا بقى كان معايا في ابرز الكواليس اللي حصل بينك وبين الكابتن علي ماهر. لا كتير، دي كواليس كتير جدا. احنا مره كنا في زيمبابوي في دوره الالعاب الافريقيه اللي خدناها 95، واحنا في زيمبابوي كان ما كانش معانا عمال غرف يعني، فالادوات كنا احنا، كان كل اوضه تشيل الادوات يوم يعني رايحين التمرين يعني. فانا كنت طول السفريه، علي خلي بالك احنا اليوم اللي علينا هننسى الادوات، يقول لي لا ما تخافش مش عارف، اقول له ماشي. فعلا حصلت، ويوم رحنا التمرين رايحين كلنا وراكبين الاوتوبيس وراكبين مع اللعيبه جدا، فاكرين اللي جاي ننزل الملعب بيسال الادوات فين، فما خدناهاش نسيناها. فقلت له مش قلت لك يا علي ان احنا هننسى؟ فطبعا عنفنا جامد جدا الراجل، وكان راجل جميل وكانت ايام جميله
وقعدنا بقى مستنيين في الملعب. ابرز الصعوبات اللي واجهتكم على المنتخب كانت ايه؟ كانت نيجيريا طبعا، انك تقابل نيجيريا بفرقه العظيمه دي. طبعا طبعا فرقه عظيمه جدا وفرقه كبيره جدا وفرقه مختلفه، بدليل انها راحت خدت الاولمبياد من فتح الكوره يعني من الارجنتين والبرازيل يعني. مع اننا عملنا قدامهم ماتشين هايلين يعني، الماتش الاولاني اتغلبنا هناك 3-2 والماتش الثاني اتعادلنا هنا 1-1، كانوا ماتشين رائعين جدا جدا. حتى انا جبت جول هناك في الماتش اللي هناك، انا جول وكابتن حازم امام جول، وهنا كابتن حازم امام جاب جول وللاسف يعني اتعادلوا معانا 1-1. عايزين نعرف ايه كواليس ان الكابتن امام الشربيني يعني كان سبب اللي هو مش يقضى عليك يعني، سبب اللي هو الناس تيجي عليك، ايه اللي حصل؟ لا لا لا، هو كابتن امام الشربيني معلق رائع ومدرسه مختلفه وحاجه جميله وصراحة يعني شرف لينا ان هو علق لنا اصلا يعني. لا هو كنا بنلعب نيجيريا، ونيجيريا كانت تيم كبير جدا، الناس ما تعرفوش بس ان الفرقه دي اللي راحت خدت الاولمبياد في 96، اتلانتا 96 خدت الاولمبياد من فتح الكوره ومن الناس في الكوره عظيمه جدا يعني. كان جيل رائع يعني، كان تتكلم كبيبه، بتتكلم في كوشا، بتتكلم في بابايارو، بتتكلم في ساندي اوليسي، بتتكلم كانوا، بتتكلم في عناصر طبعا عناصر رائعه جدا. واحنا طبعا هنا الدوري المصري وبنلعب، وفي في ناس فينا في المنتخب الاولمبي بتلعب في الدوري، وفي ناس ما بتلعبش بصفه دايمه والكلام ده كله يعني. فكانت هي دي بس النقطه، ان احنا كنا بنلعبهم ماتشين، الماتش الاولاني اتغلبنا فيه 3-2، انا جبت جول وحازم جاب جول، حازم امام طبعا جاب جول، والماتش اللي هنا اتغلبنا اتعادلنا فيه 1-1. انك تعمل نتيجتين دول مع منتخب عظيم زي منتخب نيجيريا ده، فاكيد اكيد قلنا احنا منتخب محترم قوي يعني. فكوره كده في نص الملعب اتقطعت مني، فالناس بتقول لك كنت عايز ارقص، الناس بتقول لك كنت عايز اديله كوبري، ما فيش الكلام ده خالص والله في الكوره خالص خالص يعني. اول مره اتكلم في الموضوع ده، انا دوب بس لسه بستلم وبسندها بس. هو جه ضغط عليا اجبيبه، طبعا كان واخد احسن لعيب في افريقيا هو 96 وكان في دورتموند، فسند بس لسه هروح اضغط عليه، فقام شايط طبعا من مسافه بعيده جدا في الحضري جول يعني، لو جبت 10 تجوال مش هيقدروا يصدوه يعني، جول رائع بصراحه. فمن هنا بس الكابتن ميمي كان متعاطف شويه مع المنتخب، وكان متعاطف شويه مع الماتش يعني، فبس يعني اجي عليا شويه في الماتش ده. لكن انا إيه سعيد بقى ولا ايه؟ مش عارف قلبت علينا الترابيزه باين يا تامر، انا مش عارف حاجه كده يعني بدون لزوم او حاجه كده يعني، فبس يعني. لكن انا كابتن ميمي طبعا تمام. خلال طبعا مسيرتك مع نادي المقاولين العرب، طبعا كان كل الكلام حتى الوقتنا هذا كله بيتكلم ان افريقيا فيها سحر. خلال بقى الماتشات انت المواجهات في الفتره يعني في التسعينات، هل صادفت فعلا ان كان في سحر؟ احنا مش في سحر يعني، يعني احنا بنتكلم ان هم بيعملوا حاجات وتلاقي بخور في الملعب، وتلاقي لبس زي مختلف كده، وتلاقي عصايه وتلاقي حاجات كده. احنا بنلعب كانون يا ويندي هناك في السيمي فاينل، كان سنه كام؟ كان سنه 96 دي البطوله اللي احنا خدناها، كان سيمي فاينل، كنا كسبانين هنا 2-1 ورايحين نلعب هناك، والدنيا كانت صعبه جدا، وفرقه كانت اقوى مننا بكثير بصراحه يعني، فقدرنا نتعادل معاهم 1-1 وقدرنا نطلع بالجيم يعني. لكن قبل المباراه كان في طبعا ضغط جماهيري رهيب جدا، وكان في طبعا عارف انت كانوا بيلبسوا زي كده مختلف وعصايه، وبيضلوا واحد كده يبص للجمهور يعمل لهم بالعصايه مش عارف بايده ازاي، فتبدا الجمهور يتفاعل معاه والكلام ده كله. فطبعا كانت اجواء جديده علينا في الكوره يعني، واحنا كنا لسه صغيرين تقريبا، كان عندنا 21 سنه يعني. لكن مع بدايه المباراه الحظ برضو في المباراه دي خدمنا جدا، ان المطره نزلت سيول، فطبعا هم كانوا احسن مننا بكتير، فالملعب بقى خلاص بقى بركه يعني، ما تقدرش بقى تمشي الكوره على الارض، فبدانا نلعب كور طويله وكور عاليه، وقدرنا نخرج بالجيم 1-1. عبد الستار صبري جاب جول، وهم تعادلوا في الدقيقه الاخيره. طيب بس ما حصلش حاجه معينه؟ لا 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 لا، الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي وحاجات، لا 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 ما حصلش حاجه. بقول لك بس الطقوس اللي قبل المباراه بس يعني، كان في طقوس مختلفه بس شويه، لكن ما فيش الكلام ده خالص خالص يعني. خلال اختيارات الجهاز الفني للمنتخب للاعبين من انديه خارج الاهلي والزمالك في فتره التوقف في الحاله بطوله كاس العرب، انت شايف اللي كان ممكن فيه لعيبه مصر مقصه تنضم للمنتخب؟ كان فيه طبعا يعني، كان ممكن يعني. انا كنت شايف ان مجدي عامل خمس جول، عامل خمس ماتشات مهمين جدا. صبيحه ومنعم كان ممكن يبقوا موجودين في الصوره بصوره، هشام كان ممكن يبقى موجود بصوره كويسه خصوصا سنه صغير، هشام حافظ الباك رايت. كنت شايف ان حسام عبد الواحد مأدي بصوره مرضيه جدا يعني، كنت شايف اربع خمس لعيبه كانوا ممكن يبقوا موجودين في الصوره دي يعني، او في التجمع ده.
او في البطوله اللي هي بتاعه كاس العربي، يعني كنت ممكن كان يبقى في حد منهم يعني، لكن اختيارات كيروش وهو حر طبعا فيها، واحنا مدعمينه في اي حال بالاحوال يعني. شايف الفرق بين حسام البدري وكيروش مع المنتخب، الفرق بينهم؟ بص، هو سؤال صعب طبعا. انا كابتن حسام، انا كنت يعني انا شايف ان هو ادى دوره بصوره محترمه جدا، وانا مش شايف ان هو كان في سبب ان هو يتغير كابتن حسام، لان انا كنت مع بقاء كابتن حسام. طبعا كابتن حسام نتائجه جيده جدا ومرضيه جدا، لكن انت برضو بتجيب كيروش سي في محترم وسي في كبير، خلاص انت لك حريه الاختيار ان انت تنهي التعاقد بتاع كابتن حسام، خلاص ما عندناش مشكله فيها. لكن فكره انك بتمشي مدير فني او بتجيب مدير فني او هي الاسس، بس احنا نفسنا في مشروع. انا عن نفسي بس يعني نفسي نفكر في القصه دي بالذات، المنتخب غير النادي، بمعنى المدى بتاع النادي قصير. يعني ان انت النهارده النادي سيزون مثلا، انت عايز تاخد دوري او عايز تنافس على بطوله او عايز تدخل مربع، الكلام ده بتتكلموا في 9 شهور او 8 شهور، لكن انا بتكلم في المنتخب لا، انت عندك سنين تقدر تشتغل فيه، عندك مشروع تقدر تعمل 4 سنين، واخد بالك؟ لان حاله اللعيبه بتتغير من حال لحال، عندك قاعده كبيره جدا بتختار منها، بتدور على الاداء، مهم جدا نبقى عندنا اداء وعندنا قوام محترم وبعد كده تبني عليه النتائج. ده نقدر نشتغل بالنظام ده، لكن الكابتن حسام عمل نتائج رائعه جدا ومشي، يعني ايه المبرر ان هو يمشي؟ هو كان الكلام كله عن يعني شكل المنتخب. طب ما احنا برضه احنا دلوقتي في ناس بتنتقد شكل المنتخب مع كيروش، هنمشيه؟ مستحيل يعني، كيروش لو ادى اداء مش جيد في كاس العرب هنمشيه؟ ما اظنش يعني، مستحيل، مش هنمشي مدرب كل شهرين يعني. فانا بتكلم من وجهه نظري متواضع طبعا، يعني ان انا بفكر معاك بصوت عالي، يعني انا مش عايزين نلزم حد بيها او احنا الصح، يعني انا ممكن اكون غلط وانا قابل الكلام ده كله، لكن انا بتكلم في نقطه مهمه جدا، ان احنا بقى عندنا مشروع للمنتخب. احنا عندنا مشروع للمنتخب، كابتن حسن شحاته فترته كانت رائعه جدا جدا، كان في جيل جيد جدا وكان في اداء جيد جدا وكان في بطولات، فاحنا كان نفسنا نعمل مشروع احنا نفسنا نجيب مدير فني يقعد معانا 4 سنين. بعد ال4 سنين ده نبدا الاهدافنا ايه بعد ال4 سنين. بعد ال4 سنين عايزين نبقى في الحته الفلانيه، عايزين يبقى عندنا قوام منتخبنا متوسط عمرنا كذا، عايزين يبقى شكلنا كذا، عايزين نبقى الكلام ده كله. لكن احنا نحاسب الراجل على الماتش او على الماتشين او على الثلاثه، ما اظنش. لكن مدرب النادي ده امر طبيعي وده وارد في العالم كله، ان انا بجيبك في 8 شهور عايز اقيمك، انا شفت بعد شهرين ثلاثه مش هتقدر تحقق لي الهدف ده، ممكن اغيرك، ما عنديش مشكله خالص. لكن مدرب المنتخب نقدر نعمل مشروع في المنتخب يعني. طب بالنسبه للدوري والانديه، شايف من وجهه نظرك يعني افضل مدير فني مصري مين؟ كابتن ايهاب طبعا، انا شايف ان كابتن ايهاب في الحاله دي ان هو افضل مدير فني مصري، وكابتن حسام طبعا، حسن بصراحه مادي بصوره رائعه جدا، كابتن حلمي. بالنسبه بقى للمقصه، مصر المقصه دايما معروف عنها اللي هي يعني انجح فرقه بتبيع لعيبه. ايوه. طب انت في خلال الفتره دي شايف ان في لعيبه هيبقى على خناقات السنه الجايه؟ ان شاء الله هيبقى في لعيبه جيده، وهيبقى لعيبه هتروح حتت كبيره وحتت جيده، هم اصلا بيلعبوا في نادي كبير وفي نادي محترم جدا، لكن هيبقى في عليهم خناقات الفتره اللي جايه ان شاء الله. مثلا كام لعيب؟ مش هقول بقى عشان ما يتغروش يعني، لكن عندنا 3-4 لعيبه على الاقل يعني يقدروا يلعبوا في اي حته في مصر يعني. يقدروا يلعبوا في الاهلي وزمالك؟ يقدروا يلعبوا في اي حته في مصر. بالنسبه للموسيماني ونجاحه مع الاهلي، يعني بالنسبه ل5 ماتشات محقق العلامه كامله، شايف الغضب الجماهير الاهلي عليه فنيا شايفه ازاي؟ انا شايف الراجل محقق العلامه الكامله، والراجل بيأدي بصوره جيده، وهو عن نفسه بيقول اتعلمت الموسم اللي فات جوه الدوري حساباته مختلفه شويه، فانا شايف ان هو بيأدي بصوره جيده جدا. ممكن الاداء ما يبقاش مرضي او مقنع على بعض الفترات في بعض المباريات لبعض الناس، لان ده طبيعي ضريبه النادي الاهلي ونادي الزمالك، ان انت طول الوقت مضغوط، طول الوقت لازم تأدي بصوره كويسه، طول الوقت لازم تكسب، طول الوقت لازم تبقى اول، ده طبيعي جدا. شايف ان الاهلي هيخسر نقط الفترة الجاية؟ الأهلي هيخسر نقط، والزمالك هيخسر نقط، وكل الفرق هتخسر نقط، وبيراميدز هيخسر نقط، وكل الفرق اللي بتنافس هتخسر نقط. الفرق مستعدة كويس جدا، في كواليتي جيد جدا جوه الدوري، دوري قوي جدا. طب التوقفات دي ما بتقللش من قوة الدوري؟ هي بقى دي النقطة مهمة جدا. التوقفات دي هتفرق مع ناس وهتفرق مع ناس بالسلب وبالإيجاب، بمعنى إن في بعض الناس محتاجين التوقفات دي. اللي بتعاني، الفرق اللي بتعاني محتاجة التوقفات الكتير دي، لأنها محتاجة تبني من أول وجديد، ومحتاجة تشتغل على مشاكلها من أول وجديد، ومحتاجة تكمل فترات إعدادها اللي ما اشتغلتهاش بصورة جيدة. وفي بعض الناس اللي ماشيين بصورة كويسة وشكلهم كويس جوه الدوري، فمحتاجين الدوري يكمل. فيعني لكنها أمر واقع ولازم كلنا نتعامل معاه يعني. طيب بالنسبة للزمالك، بما إنه هو بطل الدوري، شايف بعد الخسارة من الأهلي 5
ده يفقدوا المنافسه على الدوري الموسم الحالي؟ لا 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 والله صعب. لا 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 ما اظنش يعني. دي مباراه مهما طلعت ومهما نزلت هي بثلاث نقط مش اكتر ولا اقل. اه تاثيرها على الجماهير بيبقى تاثير مختلف شويه، تاثيرها على الانديه الكبيره بيبقى تاثير مختلف شويه، غير لما فرقه صغيره تخسر خمسه، غير لما فرقه كبيره تخسر خمسه. لكن في الاول وفي الاخر انا شايف نادي الزمالك نادي كبير، نادي محترم جدا، عنده عناصر رائعه جدا، زي ما نادي الاهلي نادي كبير وعنده عناصر رائعه جدا ونادي محترم جدا. وانا نفسي يفضلوا التنافس موجود بينهم وبيراميدز يدخلوا بصوره جيده، وسموحه تدخل بصوره جيده، وفيوتشر يدخل بصوره جيده، لان احنا نفسنا يبقى في خمس ست فرق بتنافس على الدوري، ده في مصلحه الدوري طبعا. تمام. طيب بالنسبه للكابتن تامر مصطفى، شايف امتى تقدر انت كمدير فني تقدر تنافس على الدوري مع الاهلي والزمالك؟ بالمقصه؟ مش بالمقصه، اه بفرقه تانية مثلا، ايه المقومات اللي انت تحتاجها عشان تقدر تاخد دوري من اهلي وزمالك؟ انت محتاج طبعا يبقى في كيان مختلف شويه، محتاج امكانيات مختلفه شويه، محتاج دعم مختلف شويه. لو هتسالني وانا مع المقصه انا عايز انافس على الدوري، انا يعني انا نفسي انافس على الدوري مع المقصه، واخد بالك؟ وان شاء الله يعني الامور تتعدل شويه في النادي ونقدر ننافس مع المقصه على الدوري يعني. لان انا مستمتع جدا وانا موجود في نادي مصر المقصه، سعيد جدا بالاداره اللي انا شغال معاها، سعيد جدا بالجهاز اللي عايز اشكرهم واحد واحد بصراحه يعني. بتكلم في الكابتن طارق والكابتن اسلام وكابتن حماده وناس بصراحه يعني، كابتن محمد مصطفى، الناس كلها بصراحه رائعين جدا، والجهاز الطبي والاداري وكابتن معوض يعني، مش عايز انسى حد. هدفنا السنه دي ان احنا نقعد، لكن لو في امكانيات جيده شويه هقول لك اني اقدر ننافس بنادي مصر المقصه، لان كفكر اداري مش ناقصنا حاجه، وكفكر فني ان شاء الله مش يعني عندنا القدرة إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونقدر ننافس، وكلعيبة كمان نقدر، لكن الدعم والتدعيمات بشكل مختلف، واسم الكيان شوية وشوية أمور كده تتظبط شوية، نقدر ننافس بمصر المقصة، وإن شاء الله هيجي اليوم اللي هننافس بمصر المقصة إن شاء الله. مصر المقصة من أقل فرق الدوري تدعيماً مالياً. بالنسبة للفريق كله كشكل عام، اتكلف كام؟ بص انا ما عنديش طبعا الداتا كامله بتاعت المبالغ الماليه، لكن انا عندي الفكره بتاعت عقود اللعيبه. عقود اللعيبه تقريبا 15 مليون جنيه في السنه. الفرقه كامله كلها كلهم 15 مليون جنيه في السنه، ممكن توصل ل 16 الكلام ده، بقول لك مش اكتر من كده يعني. فدي نسبه طبعا بالنسبه لبقيه فرق الدوري نسبه قليله جدا. احنا ان شاء الله عايزين نسبه التجربه بتاعتنا زي ما بقول لك. ممكن تكون بتساوي مثلا بعقد لعيب في انديه ثانيه، مش عايزين نبص لها كده، احنا عايزين نبص لها دي امكانياتنا، ده الواقع بتاعنا ونتعامل معاه واحنا راضيين بيه. بص يا حامد، الفكره في حاجه مهمه جدا جدا، ان انت اللي عايز ينجح هينجح من وجهه نظري انا. تعمل اللي عليك بس، واشتغل واقفل على نفسك، وما تشغلش نفسك الا بنفسك بس، صدقني هتنجح. حتى لو لا قدر الله اي حاجه حصلت يبقى احنا عملنا اللي علينا والناس كلها احترمتنا. طبعا. وده اللي يهمني يعني. انت بعد الخمس ماتشات دول بغض النظر عن ان انت الناس بتقولك تقعد، لا مش هتقعد، هتنزل، هتكمل، مش هتكمل، احنا ان شاء الله هنقعد، وان شاء الله هنقعد في الدوري بصوره كويسه ان شاء الله باذن المولى عز وجل. لكن الفكره ان احنا عندنا طموحنا وعندنا حلمنا متمسكين بيه، بامكانيات بقى قليله بامكانيات كبيره احنا متمسكين بحلمنا ونقاتل عليه لغايه اخر دقيقه. تمام. واخد بالك، وان شاء الله هننجح التجربه ان شاء الله. بالنسبة لمواجهة الأهلي والزمالك، عايزين نتكلم فني، لو بتلعب الأهلي إيه شايف مواطن القوة والضعف في الأهلي بالنسبة لك كفريق مصر المقصة كمدير فني بقى؟ هو الأهلي بيلعب بطريقتين لعب، عنده ساعات بيشتغل بثلاثة أربعة ثلاثة، وساعات بيشتغل أربعة اثنين ثلاثة واحد. فهنا على حسب الموقفين هنا اللي هيقابلك بيهم بأني شكل، هتقابلهم بأني شكل، وهتشتغل معاهم إزاي. لكن خلينا نتفق ان الاهلي تفاصيل مهمه جدا جوه الجيم، وانت بتلعب النادي الاهلي تفاصيل صغيره مهمه جدا، ان انت في كواليتي مختلف، ما ينفعش النادي الاهلي باخطائك قدامه تبقى كتير، ما ينفعش النادي الاهلي تبقى انت دايما في مساحات كبيره ان هو يقدر يشتغل فيها، ما ينفعش النادي الاهلي النهارده تخلي الجيم رد فعل بس، واخد بالك؟ هتتعب جدا وهتعاني جدا بصوره كبيره مع النادي الاهلي يعني. لكن تكتيكيا انت محتاج تشتغل في مساحه لعب مختلفه شويه، محتاج تضغط بشكل مختلف شويه، ومحتاج تقفل على مفتاح اللعب المساحه اللي يقدروا يشتغلوا فيها بصوره مختلفه شويه، وتقدر تشتغل تتعامل يعني مع النادي الاهلي مع الكواليتي المختلف يعني. خلينا نقول برضو ان كواليتي النادي الاهلي مختلف. بمعنى ايه كواليتي مختلف؟ برضو ان انت ممكن مثلا وانت بتلعب فرقه ثانيه يجي عليك ثلاث اربع فرص ما يجوش، لكن النادي الاهلي لو جيت عليك ثلاث اربع فرص اكيد هتيجي فيهم واحده يعني، لان ده القيمه بتاعت اللعيب بتاع النادي الاهلي او الزمالك يعني. طب امتى تقدر اللي انت طبعا عارف اللي هو الاهلي يلعب ب 4 2 3 1 او 3 4 3، امتى تقدر اللي انت شايف ان انت هتكسب الاهلي؟ بص دي نقطه بقى مهمه جدا. المهم الناس كلها بتتفرج على النادي الاهلي صح؟ ويجوا يلعبون بيعملوا ايه؟
بيخسروا. المشكله فيهم ولا في النادي الاهلي؟ كنت في النادي الاهلي. لا فينا احنا. في انا وانا بلعب النادي الاهلي النهارده هيبقى المشكله فيا ولا في النادي الاهلي؟ انا بقعد بتفرج على النادي الاهلي وجيت لعبت وخسرت، فالمشكله مش في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب او الزمالك يعني او بيراميدز الفرق الكبيره، فالمشكله فيك انت، فانت لازم تشتغل على نفسك انت يعني. حتى وانت بتلعب الاهلي بتلعب الزمالك بتلعب بيراميدز بتلعب الاتحاد بتلعب اي فرقه، المشكله فيك انت في الاول في الاخر، انت لازم تهتم بنفسك انت ولازم تهتم بتفاصيلك انت ولازم تدافع كويس جدا بشكل محترم ولازم يبقى ليك حلول هجوميه بشكل مختلف. وانت شغال مع النادي الاهلي ما ينفعش تغلط، يبقى اخطائك لازم تبقى قليله جدا جدا، لان الاهلي من انصاف الفرص يقدر يسجل لان عنده الكواليتي ده. ده الكواليتي المختلف اللي انا كنت بكلمك فيه، الاهلي او الزمالك. لكن هشغل نفسي بالنادي الاهلي قوي وبصيت على النادي الاهلي كويس جدا وما بصيتش على نفسي كويس، ما انا هخسر. واخد بالك؟ لكن لازم ابص على نفسي كويس جدا جدا، لازم اهتم بنفسي جدا ولازم اهتم بمساحه اللعب اللي بشتغل فيها جدا، ولازم ادافع بالشكلين سواء هو بيلعب بثلاثه 4 3 او بيلعب 4 2 3 1، لازم تدافع كويس جدا بالشكلين ولازم يبقى عندك حلول هجوميه بشكل مختلف على الشكلين، ولازم تبقى محضر السيناريوين في دماغك واخد بالك، ولازم تهتم بشكل لعبك انت والتفاصيل ومساحه اللعب اللي بشتغل فيها. تمام. طبعا احنا عارفين لعيبه الاهلي كلهم كبار او الزمالك عموما، بس في لعيبه مثلا بتبقى مؤثره يعني مثلا علي معلوم مثلا في الاهلي بيبقى مؤثر جدا. انت مين اللعيبه اللي ممكن تبقى شايف اللي هو اهم حاجه اللي انا اقفل على دول؟ عندك علي معلوم طبعا مهم جدا، مفتاح لعب مهم جدا. عندك شريف مفتاح لعب وسترايكر مختلف بيتحرك في ظهر المدافعين بصوره جيده جدا. عندك قفشه ديانج، عندك مجموعه لعيبه طبعا السوليه التكمله بتاعته الكور الثابته في النادي الاهلي مميزين جدا بيها ومتنوعه، فعندك شويه مفاتيح لعب سواء على المستوى الفردي او على مستوى الاداء الجماعي. طيب. فدي مفاتيح لعب كبيره جدا وده تكتيك مختلف يعني. برضه مش هشغل دماغي بالكلام ده كله، انا الاهم، انا هشتغل الماتش النادي الاهلي ازاي؟ دي النقطه المهمه اللي انا لازم اسال نفسي فيها ولازم اهيئ لعيبتي عليها، واخد بالك؟ كشكل لعب وكتهيئه، واخد بالك ان انت لازم تهيئ اللعيب نفسيا وهو بيقابل النادي الاهلي والزمالك او او او، لان برضه بص هقول لك على حاجه، في الاول وفي الاخر هم ثلاث نقط، فالمشكله دايما مش هدي النادي الاهلي اكبر من حجمه او ماتش اكبر من حجمه لو هو ثلاث نقط، وبنفس الوقت مش هغفل عن ايجابيات النادي الاهلي او فعاليه النادي الاهلي او قوه النادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك مع كارترون اللي هو الطريقه المعتاده 4-2-3-1، برضه تقدر ان انت تقفل على مفاتيح لعب الزمالك؟ انا بقول لك الزمالك مختلف شويه عن النادي الاهلي ان شكل لعبه دايما ثابت، لكن التفاصيل اللي جوه شكل اللعب بتختلف شويه سواء كان تشكيل او سواء شكل لعب يعني شويه مختلف شويه، لكن طريقه اللعب واحده تقريبا. عنده عناصر مختلفه طبعا، عنده حلول رائعه بصراحه سواء زيزو او بن شرقي او اوباما او سيف الجزيري او شيكابالا حتى لما بيرجع. طارق حامد طبعا عامل لهم تقل كبير جدا في نص الملعب. امام عاشور برضو بشكله المختلف في شكل 8 او شكل 6 اللي بيقدر يكمل لفوق. واجهت بيراميدز والنتيجه 2-1 لصالح بيراميدز. ايوه. بيراميدز من الانديه طبعا الكبيره ووجود الكابتن ايهاب جلال. شايف كان الماتش ازاي وفنيا بيراميدز كان قوه مناطق القوه الضعف كانت فين؟ لا هو بيراميدز طبعا فرقه كبيره جدا ومعاها طبعا مدير فني كبير جدا الكابتن ايهاب زي ما بقول لك في الاول، مع الواحد بيتعلم منه في الكوره وبره الكوره يعني. لكن بيراميدز الحاله كانت مختلفه شويه بالنسبه لنا لان احنا كنا بدايه الدوري، فكنا شغالين رد فعل بصوره كبيره جدا الشوط الاولاني وكنا عايزين نزق الجيم على قد ما نقدر نمشيه في اتجاهنا احنا او في اتجاه الصفر صفر على قد ما نقدر خصوصا الشوط الاولاني يعني نجحنا لحد كبير ان احنا نخرج بأقل الخسائر الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني كان عندنا رد فعل مختلف بصراحه وانا بحيي اللعيبه عليه وقدرنا نشتغل بصوره كويسه لما طلعنا ضغطنا شويه 20 يارده لفوق شويه وقدرنا نضغط على بيراميدز من فوق شويه، فكان عندنا بعض الحلول زائد رتمنا كان افضل، زائد لما الجول فينا جه فينا اتحررنا شويه واللعيبه خلاص اللي كانوا خايفين منه حصل فبداوا يشتغلوا شغلهم الطبيعي جدا فادينا بصوره جيده. لكن بيراميدز عنده حلول كتير جدا جدا يعني، عبد الله السعيد حل مختلف، تكلم في رمضان والجبهه دي مؤثره جدا جوه بيراميدز، تكلم في سترايكر مختلف فخر او حتى وادي او حتى ابراهيم لما بيلعب، ابراهيم عادل برضو بيلعب في المكان ده بيأدي بصوره جيده جدا، ايريك ناحيه اليمين او ابراهيم حسن او يعني للامانه بيأدوا بصوره كبيره جدا، نص ملعب محترم جدا، ديفنس جيد، حراسه المرمى. لكن بيراميدز ده من الانديه
الجيده جدا يعني على مستوى الخبرات وعلى مستوى كمان الاداء وعلى مستوى ان في حاجه دايما طول الوقت بتتعمل وبياكدوا عليها دايما طول الوقت يعني. تمام، بمناسبه ان انت واجهت بيراميدز، كان كلامك ايه للاعيبه اللي انت توقف في المفاتيح دي كلها اللي انت بتقول عليها؟ احنا كنا مساحه اللعب اللي كنا شغالين فيها كنا مأكدين عليها، انكم قافلين زوايا التمرير على عبد الله السعيد على قد ما نقدر. كانت الشوط الاولاني بالذات كنا عايزين نقفل على عبد الله بشكل مختلف شويه، من فوق عبد الله شويه، مش نمسكه من تو مان قد ما احنا بنقفل عليه، بنوجه اللعب دايما طول الوقت ناحيه معينه، حاولنا بس نزق الجيم على قد ما نقدر زي ما قلت لك، وعلى اساس ان الشوط الثاني نبدا بدايه مختلفه، وده اللي حصل فعلا. واحنا الامانه كنا موفقين في جزء كبير جدا، ان احنا الشوط الاولاني خرجنا بجول واحد بس، للامانه كنا ممكن نتغلب اكتر، كان ادائنا سيء جدا الشوط الاولاني. كنا خايفين بقى، مرعوبين، اول ماتش في الدوري، اول مره اللعيبه تدخل استاد الدفاع الجوي، فكان في شويه تحفظ شويه في ادائنا الشوط الاولاني، وكنا خايفين شويه للامانه يعني. لكن الشوط الثاني ما هدينا اللعيبه خالص، وقعدنا اتكلمنا معاهم بصوره ثانيه، وقلنا هنشتغل ازاي الشوط الثاني وننسى الشوط الاولاني، بس ناخد منه بقى خلاص ان احنا البدايه دخلنا جوه الدوري ولازم نادي بشكل مختلف. والجول اللي جالنا بدري برده ادانا ثقه اكبر ان احنا نقدر نشتغل اكتر بصوره احسن، لكن برده اتخطفنا بجول كده معين، لكن كنت شايف ان الجيم مرضي جدا الشوط الثاني بصراحه. لو امامك فرصه ان انت تختار لاعب تضم لاعب من الزمالك اهلي بيراميدز مع الفريق الحالي في مصر المقصر، تتمنى مين؟ اتمنى طبعا زيزو من الزمالك، محمد شريف من النادي الاهلي، بيراميدز عبد الله السعيد طبعا. كل واحد ليه؟ مختلفين الثلاثه، مختلفين طبعا، لعيبه كبيره ولعيبه محترمه ولعيبه مختلفه ولعيبه رائعه بصراحه يعني، وكل واحد ليه مردود ايجابي مع فرقته، وكل واحد لعيب فيهم فارق مع فرقته، وكل لعيب فيهم ليه دور مؤثر جدا، ورتمهم رائع جدا وخبراتهم جميله، فبصراحه يعني كل واحد فيهم ليه دور مختلف عن الثاني، وكل واحد انا شايف ان كل واحد فيهم مؤثر بشكل مختلف في فرقته يعني. طب لو عاوزين نختار افضل 11 لاعب في الدوري بدون مصر المقصر، بمناسبه انك المدير الفني لمصر المقصر، فاول خمس جولات يعني، فنستبعد مصر المقصر، تختار مين من حراسه المرمى للهجوم؟ حراسه المرمى الشناوي، ممكن ناخد الشناوي، سرد باكين مثلا منعم فيوتشر وعلي جبر بيراميدز، باك رايت اكرم، وممكن باك ليفت علي معلول ينفع ولا لازم مصريين؟ لا تمام ماشي، وعلي معلول اوكي. نص الملعب ديانج وزيزو، احط زيزو على الدايره بس عشان ناخد فوق رمضان صبحي، تمام، وعبد الله السعيد واحمد رفعت، احمد رفعت فيوتشر سترايكر، ممكن ناخد شريف، محمد شريف. ايه اكتر مدير فني بيكون الماتش بالنسبه لك رخم فنيا؟ لا هو بره الاهلي والزمالك، هو لسه انا لسه خمس جولات بس يعني، هتكلم على اللي انا لعبتهم. تمام، طبعا كابتن ايهاب جيم معاه مختلف، كابتن حسام حسن طبعا بيلعب على هدف واحد وانا حاببها فيه جدا، انه بيلعب عشان يكسب وبيضغط بكل الخطوط في كل وقت على مدار ال 90 دقيقه، ودي يعني مش اي مدير فني يقدر يوصلها للعيبته ويقدر ينجح مع لعيبته بالطريقه دي. فكان جيم صعب جدا بالنسبه لنا، صعب جدا جدا، رغم ان يمكن احسن اداء اديناه تقريبا على مدار ال 90 دقيقه ماتش الاتحاد، لكن كان جيم صعب جدا. لكن كابتن حسام مختلف طبعا في ادائه مختلف، لكن كابتن ايهاب بتعرف تلعب معاه كوره، كابتن حسام ما بيدكش فرصه ان انت تقدر تشتغل معاه بشكل معين يعني، بشكل كوره ان الجيم يروح ويجي، لا هو دايما عايز ياخد الجيم في اتجاه واحد وبريتم عالي جدا بضغط عالي جدا، ودي انا بصراحه بحييه عليها انه يقدر وصل بلعيبه النادي الاتحاد انه يوصل للريتم ده والاداء ده يعني. نورتنا وشرفتنا يا كابتن، وكنا سعداء جدا بوجودك معانا في الجول. حبيبي يا كابتن حامد، ده انا سعيد جدا جدا انا موجود في الجول، وانا متابعكم من زمان جدا، موقع متميز وموقع رائع وموقع الواحد بيستفاد منه افاده كبيره جدا، ومن اكثر المتابعين ليكم، بالتوفيق يا رب دايما. شرف لينا يا كابتن، ربنا يخليك.